اهلا بيكم اعزائي متابعين قناة ريب حاج. عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب النهاردة موقع لربح عملة الروبل، موقع مجاني يا شباب وتقدر تربح منه ارباح كويسة جدا يوميا. ده شكل الموقع يا شباب من الخارج، وهنا بيقول لك اول ما بتسجل بيديك استطلاع بسيط بتعمله وبتحصل على 45 دولار. انا عملت وحصلت عليه. وهنا بيقول لك معلومات عن الموقع. الموقع عبارة عن استطلاعات رأي بس بسيطة جدا وتقدر تنفذها يوميا وتحصل على أرباح كويسة من الموقع. تمام، ده شكل الموقع يا شباب من الخارج وطريقة التسجيل في الموقع. هنيجي ونعمل تحقيق أو نعمل بدء الآن. هتحط البريد الإلكتروني والباسورد وهتعمل تسجيل، هيحولك على بقية الاستطلاعات يا شباب، هيحولك على بقية ال يعني مثلا حطيت البير بس كده هيدخلنا على طول على الموقع. عامة انت هتيجي هي تحط الاس البريد الالكتروني والباسورد، وبعد كده هتحل الكباتشا هيحولك على بقية البيانات او هيدخلك على الموقع على طول، وانت هتكمل البيانات من جوه الموقع. تمام يا شباب، هوريكم دلوقتي. انا كده مسجل، مش هيرضى يحولني عشان انا كده مسجل. تمام، فانا هعمل دخول على طول يا شباب للموقع، هحط البريد الالكتروني والباسورد، لازم احل الكباتشا اهو. ده شكل الموقع يا شباب كده من الداخل. زي ما انتم شايفين كده انا عندي 52 روبل وعملت استطلاع رأي واحد. اول ما بتخش على الموقع بتلاقي هنا كده ايه، دي كده استطلاعات الرأي. تمام، بس انت اول ما تخش على الموقع على الصفحة الرئيسية بتاعتك هتلاقي هنا جايب لك ايه، كمل الاستطلاع او كمل البيانات بتاعتك واحصل على المكافأة اللي هي 45 روبل. هتلاقي بيقول لك الاسم، مش عارف ايه، تاريخ الميلاد، الحاجات دي بيطلبها منك بتدخلها. بعد كده بيقول لك مبروك انت حصلت على 42 دولار. بعد كده بتخش بقى عندك كل دي استطلاعات رأي، بتيجي تدوس من هنا كده لو بتظهر عندك هنا اهو، بتفتح معاك بالشكل ده. هنترجم كده باللغة العربية. هنا بيقول لك خلص الاستطلاع ده بتاخد 3 روبل، هنا 2 روبل، هنا 8 روبل، 6 روبل، 7 روبل، 7 روبل. والاستطلاعات دي يا شباب متجددة، استطلاعات متجددة يعني كل اي وقت تخش الموقع هتلاقي استطلاعات. قم ببدء، ويقول لك هنا ادعي صديق واحصل على 21 روبل. بس يا شباب هنا الموقع ده بيسحبش، يعني ما بيسحبش على البير، بيسحب على محافظ تانية. لو دخلنا كده على السحب، يعني انت بتيجي على السحب من هنا اهو يا شباب، زي ما انتم شايفين كده دي البنوك اللي بيدعمها او المحافظ اللي بيدعمها. تمام، انت ممكن تنزل المحفظة دي من على جوجل بلاي اهي يا شباب، موجودة في جوجل بلاي وانا منزلها، وبيديك رقم كده لو فتحت الصورة دي كده اهو، بيديك الكود ده اللي انت بتسحب عليه بتاعك، انت اللي بتسحب عليه هو دوت يا شباب. تمام، عامله زي محفظه البير وسهله الاستخدام. تمام، هتنزلها وتتبع الخطوات بتاعتها وبعد كده هتبدا ايه تشغل. وعايز اسيب لكم الرابط بتاعها دوت، هسيبه لكم اسفل الفيديو. تمام، هنيجي يا شباب من هنا كده، هتيجي تدوس هنا على المحفظه بعد بتنزلها بالشكل دوت. بعد كده بتحط هنا الكود، الرقم بتاعك اللي هو زي رقم البير ده هنا اهوت. وهنا لازم يكون عندك 1450 روبل عشان تقدر تسحب من الموقع ده، لازم يكون عندك 1450 روبل. هتدوس سحب، السحب بيوصلك اهو هنا كده، كسحب الاموال المكتسبة بالطرق الموجودة قدامنا دي يا شباب. تمام، وهنا في زي نظام ايه، يعني مستويات، لما بيملى المؤشر دوت بتبقى انت في مستوى ايه اعلى، يعني كل ما بتعدي بيديك استطلاعات اعلى وارباح اكتر في الموقع. تمام، كل استطلاع بتعمله تلاقي المؤشر ده بيزيد لحد ما ايه بتوصل ارباح كويسة من الموقع. هنا برنامج الاحالة بتاعك، وهنا كاتب لك الاستطلاعات اهو، هنا بيقول لك اهو رابط الاحالة بتاعك اهو، تقدر تعمل دعوات عن طريق خدمات التواصل الاجتماعي وبتحصل على 21 روبل، على وأيضا تصل إلى 20% من الإحالات. وهنا بقى إيه، بيانات وحاجات يعني إعدادات الحساب، دعم فني،
ويا شباب ان شاء الله هنعمل سحب على المسابقه في الشرح بتاعنا دوت، كملوا للاخر عشان هيبقى معانا المسابقه النهارده في الشرح دوت يا شباب. تمام، وين الخزينه؟ يعني دي معلومات، انها اهم حاجه لاستطلاعات الراي وبرنامج الاحاله والسحب، تلاته جنب بعض اهم يا شباب. والدعم الفني لو انت عايز تعرف اي حاجه عن الموقع وتتعامل معاهم، وهنا بيبقى ارباح بتاعتك وكل حاجه عنك، وهنا استطلاعات الراي اللي انت بتعملها. تمام، دي اكتر ناس يعني ايه حاصله على احالات جايبها لك اهيت. بس يا شباب كده ايه، انت هنا مش شرح الموقع دوت، بعد كده هنخش على المسابقه، هنيجي على القناه يا شباب وهناخد الفيديو دوت، اعلى مشاهدات يعني 800 مشاهده، وهنشوف التعليقات اللي فيه قد ايه. بعد كده يا شباب هنيجي ننزل تحت كده، هنلاقي ان الفيديو عامل 65 تعليق، هناخد الرابط كوبي وهنخش على الموقع اللي بيفرز الاصوات يا شباب اهو، هنحط هنا رابط الموقع وهنيجي هنا نقول له يفرز الاصوات المقررة، وبعد كده هيقول لي 51 من حاجة و60 او 51 يا شباب. بعد كده هنيجي هنا نقول له بدء العمل، هندوس هنا ستارت. اول واحد معانا يا شباب فاز معانا اهو، هناخد العنوان يا شباب كده نسخ، ونيجي نحطه في معانا هنا، وبعد كده هنعمل فرز الفائز الثاني يا شباب معانا، هنقول له ستارت. ستة مش حاطط الوان المحفظة يا شباب، كاتب لي يدعم بيير فبيسأل سؤال بعيد عن بيسأل سؤال يا شباب بعيد عن المسابقة. هنيجي نختار واحد تاني، احنا قلنا اهم شيء يا شباب في المسابقة رقم المحفظة وانت بتعمل تعليقك اهو. زهرة محمد الفائز الثاني معانا، هنشوف الثالث معانا يا شباب، محمود عادل ولا عدان، مبروك الفائز يا شباب الثالث معانا. هننتقل للفائز الرابع، محمد خالد، ألف مبروك محمد خالد. هنختار آخر فائز معانا يا شباب، أحمد الإحساني. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح، والف مبروك للفائزين. المسابقه مستمره يا شباب، الكل يعلق ويعمل طالق لايك ويشارك الفيديو مع اصدقائه. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.